بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وخلونا في البداية نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ بالقاهرة. وتعالوا بينا نروح على طول على كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية بتبدأ تقل بالتدريج لحد ما نوصل لحد غمرة. لو روحنا لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كمان كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة أكتوبر بيشهد كثافات سيول مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كمان كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأمرية والكورنيش من المظلات لحد وسط البلد، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه ورايح للمؤسسة في سيولة مرورية مع بعض الكثافات عند المظلات. تعالوا كده نروح لمحافظة الجيزة ونروح لشارع الهرم على طول اللي بيشهد كثافات مرورية. طبعا الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات. في كثافات للمتجه من كوبري المتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة معانا لحد كوبري فيصل. في محافظة اسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش برضو. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. تعالوا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية. وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية تانية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية.